عام 1942 في القاهرة عقدت اجتماعا ليليا مع بن غوريون حين استجوبها حول ماضيها وعائلتها وأنشطتها. بعده بدأت العمل رسميا في مصر نيابة عن الوكالة اليهودية والموساد. الجاسوسة الناعمة ذات التجارب التي أتقنت 9 لغات كانت مكوكا متنقلا في جميع أنحاء العالم. لم تكتفي بخدمة الموساد بل قدمت المساعدة لأجهزة أخرى من شأنها مساعدة الصهيونية. كانت سببا في الكشف عن تنظيم مؤيد للألمان من الضباط المصريين ووضع على إثره الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في السجن. برعت في التحايل على القيود التي فرضتها بريطانيا على تهريب اليهود من أوروبا إلى فلسطين. لم يكن التهريب قاصرا على البشر فقط بل كانت الأسلحة أيضا للعصابات الصهيونية هنا. تم منحها رتبة كولونيل فخري في الجيش الأمريكي من قبل أيزنهاور نفسه وكانت على اتصالات قوية بمشاهير هوليود. وفقا لسيرتها الذاتية ولدت روس عام 1914 في تشيرنوويتز برومانيا، وتشير مصادر أخرى إلى أنها ولدت في عام 1907 في كييف بأوكرانيا. كانت أصغر إخواتها 8 في عائلة بلوكوك الأثرياء. اختفى والدها تاجر الخيول قبل أن تعرفه. أثناء الحرب العالمية الأولى أجبرت الطفلة وعمتها على مغادرة منزلهما والتجول من مكان إلى آخر كلاجئين. بقيت روس في رعاية عمتها في قرية نائية بينما فر جميع أفراد أسرتها. اعتقدت عائلتها أنها ماتت، لكن بعد 7 سنوات وبعد أن نشرت صورتها في إحدى الصحف تم التعرف عليها وتم لم شمل الأسرة مرة أخرى في مدينة تشيرنوفيتش التي ظلت حتى عام 1918 تحت الحكم النمساوي، وبعد ذلك أصبحت جزءا من رومانيا. هناك التحقت بالمدرسة الابتدائية وانضمت منذ طفولتها إلى حركة الشباب الصهيوني الاشتراكي، وكانت تعد نفسها دائما للهجرة إلى فلسطين المحتلة والحياة داخل المستوطنات هناك. في المدرسة وفي رحلاتها عرضت ميلا للغات وأصبحت تتحدث الروسية واليديشية والألمانية والرومانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعبرية بطلاقة، كما أتقنت اللغة البرتغالية لاحقا أيضا. بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية درست القانون في جامعة فيينا، لكنها تركت الدراسة قبل إجراء الامتحانات النهائية. في عام 1930 تزوجت من إيمانويل كلوجر والذي انفصلت عنه لاحقا عام 1940، وهاجرت إلى فلسطين في عام 1935 قبل إعلان قيام الكيان الصهيوني. بعد عام من إقامتها في مستوطنة مشمار هائميك وبعد وفاة ابنها الوحيد الذي يبلغ من العمر عاما واحد، انتقلت إلى تل أبيب وبدأت العمل في قسم العلاقات الخارجية في اتحاد العمال الهستدروت في أواخر عام 1938. تم تجنيدها من قبل إلياهو جولوم وبيريل كاتزينيلسون للعمل في الهجانة والموساد بالفرع الخاص بتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية لليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين. كانت روس المرأة الوحيدة بين أوائل أعضاء الموساد الذين قاموا بتهريب اليهود من أوروبا إلى فلسطين في محاولة للتحايل على القيود التي فرضتها سلطة الانتداب البريطانية. لذلك عمل مبعوث الموساد سرا بسبب معارضة الحكومة لأنشطتهم في مختلف البلدان التي نشط فيها. في عام 1939 تم إرسال روس إلى رومانيا تحت ستار ممثلة للصندوق القومي اليهودي، لكنها في الواقع كانت تقوم بجمع التبرعات لتمويل الأنشطة غير الشرعية لتهجير اليهود، وأقامت اتصالات لشراء السفن التي خططت هي ورفاقها لإخراج أكبر عدد ممكن من اليهود. كانت روس عاقدة العزم على التغلب على كل العقبات التي تقف أمام نجاح مهمتها، مستغلة في ذلك أنوثتها وقدراتها اللغوية الفائقة وشجاعتها وذكائها، وتمكنت من إقناع كبار أعضاء الحكومة في رومانيا بإبحار السفينة تايجر هيل من ميناء كونستانتا وعلى متنه نحو 1400 مهاجر غير شرعي إلى فلسطين. ووصلت السفينة قبالة شاطئ تل أبيب في 2 سبتمبر عام 1939، وكذلك السفينة هيلدا التي وصلت فلسطين في أواخر عام 1939 وعلى متنها 726 مهاجر يهودي. في عام 1940 وصل إلى رومانيا 3 من رجال الهاجانة وهي أحد العصابات اليهودية التخريبية، وهم يهودا أرازاي وإيشاك هاكر وديفيد أرنون، وذلك لشراء الأسلحة والتحقق من إمكانية القيام بعمليات إرهابية لحث اليهود على الهجرة إلى أرض فلسطين. وبعد فترة غادر أرازاي للقيام بمهام أخرى في بلد آخر، وبقي أرنون وهاكر في رومانيا حيث ساعدتهما روس في مهمتهما. وقرب نهاية عام 1940 هرب الثلاثة إلى بلغاريا ومنها إلى اسطنبول.
في عام 1942 تم إرسال روس إلى القاهرة من قبل جولوم قائد حركة الهاجانة وقتها وكاتزا نيلسون الذي جندها في الموساد. أرسلوها كمبعوث للموساد والمكتب السياسي للوكالة اليهودية، وفي القاهرة ساعدت في تهريب اليهود برا إلى أرض فلسطين. لم تكتفي بذلك بل تعاونت أيضا مع المخابرات البريطانية، وكانت سببا في الكشف عن تنظيم معارض البريطانيين وقوات الحلفاء مكون من بعض الضباط المصريين الموالين للألمان والذين انضموا إلى شبكة تجسس تقوم بمساعدة قوات روميل، وهي القضية التي وضع على إفيها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في السجن. وفي القاهرة أيضا اتصلت روس بالقوات الفرنسية الحرة التابعة لتشارل ديغول والتي كانت تعادي الألمان، وعرضت عليهم مساعدتهم بإمدادهم بأي معلومات ضد الألمان أو الموالين لهم. أثناء إقامتها في القاهرة جاء ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني في فلسطين، جاء القاهرة للزيارة، فاستأجرت روس له غرفة في الفندق الذي كانت تقيم فيه، كما رتبت في تلك الليلة نفسها لقاء بين بن غوريون والوسيط بينها وبين القوات الفرنسية الحرة، وهو الضابط جوزيف بلانشار الملقب بزورت، والذي بدوره قام بترتيب لقاء لبن غوريون مع مينديز فرانس، وهو سياسي فرنسي كان يعمل لصالح ديغول وأصبح فيما بعد رئيسا لوزراء فرنسا. كانت علاقة روس ببن غوريون قوية وغامضة لدرجة سمحت بظهور شائعات عن وجود علاقات جنسية بينهما، لكنها في مذكراتها لم تذكر أن علاقتهم قد تجاوزت أي خطوط حمراء. قرب نهاية الحرب العالمية الثانية وفي أواخر عام 1944 أرادت روس العودة إلى فلسطين المحتلة، لكن بن غوريون أصر على ذهابها إلى أوروبا، وبمساعدة تشارل ديغول نفسه وصلت روس إلى باريس المحررة حديثا، وكانت أول عضوة في الموساد تصل إلى أوروبا المحررة، وهناك قامت بالتواصل مع اليهود الناجين من الحرب وإيصال الدعم اللازم لهم وحثهم على الهجرة إلى فلسطين، كما قامت بتنظيم أول عيد فصح لليهود في مارسيليا. وفي عام 1945 قابلت روس الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور في واشنطن وحصلت على رتبة عقيد في الجيش الأمريكي نظرا لمجهودها الذي قدمته في مساعدة جيوش الحلفاء أثناء الحرب، مما سمح لها بحرية الوصول والتنقل والسفر عبر أوروبا الغربية. في أكتوبر عام 1945 أقنعت الكولونيل وايت وهو الضابط الأمريكي المسؤول عن النازحين اليهود من مناطق الحروب، أقنعته بأن يقرضها سفينة أسكانيوس لنقل الأطفال الأيتام اليهود إلى فلسطين، ولكن عند وصول السفينة ميناء حيفا في فلسطين لم يكن عليها أطفال فقط بل كان عليها أيضا 2600 مهاجر يهودي غير شرعي. في بداية نوفمبر عام 1945 ذهب بن غوريون إلى باريس، وكانت روس كعادتها في استقباله وقامت بترتيب اجتماعات له مع قيادات أمنية أوروبية. وفي نهاية عام 1946 عادت إلى فلسطين المحتلة لتعتني بأخيها وعائلته الذين هاجروا من أوروبا بعد الحرب إلى فلسطين. وفي عام 1947 أرسلها بن غوريون إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، حيث كانت روس جامع التبرعات الرئيسي للموساد والحركات الإرهابية الصهيونية، وكانت ضمن الوفد الصهيوني في مدينة ليكساكسيس بنيويورك أثناء القرار التاريخي للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947 لإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية. عند عودتها إلى فلسطين المحتلة بعد إعلان قيام الكيان الصهيوني أرسلها بن غوريون في مهمة تحقيق واحدة إلى منطقة معبروت، حيث كانت تقام معسكرات مؤقتة للمهاجرين اليهود الجدد. كان بن غوريون يريد أن يجعلها مستشارة له لشؤون اللاجئين، ولكن الحزب لم يعجبه أفكارها، ووفقا لمذكراتها فقد هددها اثنان من مفوضي الحزب بأنهم سيثيرون المتاعب ويقوضون عملها، لذلك قررت عدم قبول عرض بن غوريون وإنهاء عملها مع الموساد. بعد تركها الموساد انضمت روس للعمل في شركة زيم الوطنية للملاحة، وأسست مكتب الشركة في القدس وتولت إدارته حتى عام 1955. وفي الفترة بين عامي 1956 و 1957 أنشأت مكاتب لشركة زيم في أمريكا الجنوبية، ومثلت الشركة أيضا في الشرق الأقصى وأستراليا. وفي عام 1958 تم تعيينها مديرة لقسم العلاقات العامة بالشركة، وهي الوظيفة التي شغلتها حتى تقاعدها في عام
1972. كان من مسؤولياتها أثناء عملها في الشركة استضافة رجال الدولة والفنانين والعلماء والشخصيات الشهيرة الأخرى الذين سافروا إلى فلسطين المحتلة على متن سفن الرحلات البحرية شالوم وتيودور هيرتزل، وبقيت روث على علاقة وثيقة مع العديد منهم طوال حياتها، مثل علي خان وزوجته وريتا هيورد وداني كاي وهيلين كيلر. بعد تقاعدها كانت ضيفة دائمة في مؤتمرات النداء اليهودي الموحد وغيرها من المؤتمرات والمناسبات الوطنية الصهيونية، وفي عام 1974 اختيرت من قبل المجلس القومي للمرأة اليهودية في الولايات المتحدة كامرأة عام على شرف إصدار كتابها الهروب الأخير الذي يصف أنشطتها مع الموساد ودورها في عمليات الهجرة غير الشرعية لليهود إلى أرض فلسطين. وفي أعقاب نشر الكتاب دعيت للتحدث في العديد من المدارس في فلسطين المحتلة الولايات المتحدة. توفيت روث كليجر علييف في 16 فبراير عام 1980 ودفنت في مستوطنة مشمار هي إيمك في فلسطين المحتلة.